كانت خليطه على الناس تعني طحت الكوم مشيت عند طابعه وحيت زعما انت كبير كبير وشوف اي حاجه دازت على قاسم والله يعطيك الصحه اللي كان مطلوب على شي دار والله الا راه جايبني ولد في الطوموبيل قلت له نورتين ولد عائله بزاف راه كان وليدنا ما كيحيدش من عندنا من الحقوق ولكن ما كلشي متتا في العائله مسالينا بخير مع الله وكيديروا معاه شي ديما نقش ديما حتى حنا ديما ضحكين الحمد لله عندنا خلا ولا فيرمت